السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد معانا تلقيح من جدي البور الأصلي ب 500 جنيه للأكل والرعاية فقط لغير. الفيديو اللي فات اللي احنا بنتكلم ان شاء الله على الفيتامينات اللي بتزود الخصوبة عند التيس او بتزود المبايض عند النتاية، تمام؟ بس قبل ما ابدأ احب افكر الناس اللي بتتابعنا اول مرة تدوس اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل ما هو جديد بإذن الله في عالم الماعز ان شاء الله. وهنتكلم ان شاء الله على العلفة الصحيحة النتاية اللي احنا بنجهزها للتلقيح، وبرضو ايضا النتاية اللي هي اتلقحت وخلاص عشر وقربت تولد معانا، وبرضو العلفة المظبوطة بإذن الله الحاجات الصغيرة، وان شاء الله ده كله بطريقة علمية وهنعرف مقدار الفيتامينات او المعادن اللي موجودة في الحباية اللي احنا بنأكلها للتيس او بنأكلها للماعز بشكل عام. عشان ما اطولش على حضراتكم، اول حاجة المعادن معانا او الفيتامينات اللي هي بتزود الخصوبة فيتامين ايه، تمام، وفيتامين سيلينيوم. ايه سيلينيوم، تمام، دي تركيبة، دول نوعين من الفيتامين، دول اول حاجة بيتباعوا معانا مثلا على نظام ادوية، ودول بينشطوا معانا المبايض وبيزودوا معانا نسبة الخصوبة، وهنضيف عليهم الزنك. تلات الفيتامينات دول يبقى معانا فيتامين ه، ومعانا فيتامين سيلينيوم، ومعانا الزنك. التلاتة دول اساسيات، تمام، ممكن نضيفهم عن طريق الادوية وده شيء جميل وحلو بيزود معانا بسرعة، وممكن الاحسن والارخص وده اللي متوفر معانا وده برضو اللي لازم نلجأ له اللي احنا هنضيفهم عن طريق الاكل. بمعنى موجودين التلات معادن دول والفيتامينات دول موجودين في الشعير بكثرة، وموجودين في الردة بتاعت النخالة بتاعت القمح او النخالة بتاعت الشعير، تمام، وموجودين برضو ايضا في الدريس. وفي حاجة عشان نكمل المنظومة كلها ونزود نسبة الخصوبة، وبرضه زي ما قلنا في الفيديو اللي فات نعلي درجة الحرارة بتاع جسم الحاجة عشان يبقى سخن معانا اذا كانت نتاية او ذكر، فلما نعلي معاهم الحرارة جسمهم يكون سخن، المبايض تتنشط بسرعة والحيوانات المنوية تتنشط بسرعة. يبقى انا هأكل لو حاجة هجهزها معايا للعشار هأكلها ردة اكتر شعير اكتر، تمام، يعني انا هبعد عن البروتين وهركز على الحاجات اللي بتسخن وبتعلي معايا الهرمون وبتعلي معايا اللي هو الفيتامين ال والسيلينيوم والزنك موجودين في النخاله، تمام. يبقى انا هركن الحاجه بتاعتي لمده 3 4 ايام هاكلها نخاله بس اللي هي رده، تمام، هقلل من عندهم الاكل، ما يكونش عندهم الاكل كتير عشان كتر الاكل بيقلل الحراره في الجسم، وقلة الأكل اللي هو يعتبر صوم بيعلي حرارة الجسم وبينشط معانا المبايض وبينشط معانا الحيوانات المنوية. يبقى خلصت الفيديو ده معايا حتتين عايزين ألقحهم في خلال 3 4 أيام أو 5 6 أيام الجايين إن شاء الله، هجيب لهم نخالة الردة أو شعير ومعايا دريس، وأخفف الأكل، ما يكونش الأكل قدامهم على طول، نسبة قليلة، يعني دايما يكونوا جعانين، ركز معايا، دايما يكون جعان عشان لما بجوعه برفع الحراره في جسمه يبقى جسمه سخن، وما بدهوش الا المعادن اللي بتسخن جسمه، الرده كلها معادن، حلو الكلام، الدريس كله معادن، قله الميه ترفع معايا الحراره في جسم الحاجه، طبعا الميه هتكون قدامهم 24 ساعه ان هو يشرب باستمرار، بس الرده تكون اكتر، نجوع اكتر ما هو عايز. بعد كده هيطلب معايا الدوره في اسرع وقت، دوره الموبايل تجهز في اسرع وقت معايا، فمن هنا بدخلها على التيس. هنا بقى هنروح لدوره تغذيه ثانيه هنتكلم عليها في فيديو ثاني مش هقولها لحضرتك. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعني ما تنساش اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.